هذا الفيديو برعاية بيلولو. السلام عليكم شباب، معكم جابر البلوشي من اكسترافا جيمنج، واليوم انا معكم في فيديو جديد للعبة متل جير سوليد 5 ذا فانتوم بين. في هذا الفيديو راح تشوفون شلون تاخذون اس في ميشن رقم 10 المعروف باسم انجل وذ بروكن وينجز. هذا الميشن معروف ان انت يبيك تروح تاخذ واحد من المجاهدين اسمه ملاك. طبعا لما تروح تشوف مكانه راح تشوف معاه دبابة او مدرعه وهو قاعد بسيارة. الميشن هذا اسرع طريقة تسويها فيه او تسوي هالميشن فيه انك تحط حصانك وتحط معاك الماين مال السيائر اللي يسوي ستان حق السيارة. فأسرع طريقة ان انت تسويها اركب حصانك وروح اركض على طول حق الشارع اللي هم بيعبرون فيه، حط الماين، حط واحدة ثنتين انت اللي ترتاحها، المهم ان انت توزعهم. كل اللي تحتاج تسويه انك توقف السيارة. اول ما توقف السيارة راح تروح على طول ورد المدرعة او الدبابة، تاخذها تسوي لها اكستراكت، بعدين تروح حق ملاك تشيله بظهرك وتنادي الهليكوبتر وتروح، وكذي انت تكون خلصت المشن باسرع وقت باسرع طريقة، وهم راح تاخذ اس. Extraction, please select landing zone confirmed. Support helicopter requested. ان شاء الله عجبكم الفيديو، نراكم في الفيديوهات الجاية. اذا عجبكم اعطونا سبسكرايب لايك شير وكومنت، قولوا لنا شنو تبون تشوفون زيادة. نشوفكم على خير.